السلام عليكم. رئيس جمعيه سفراء الخير المسانده الطبيه، اليوم كانت عندنا ندوه حول موضوع واقع الصحه بجماعه السيد البرنوصي. تطرقنا لعده المواضيع والانجازات الجمعيه اللي قامت بها الجمعيه خلال الفتره ديال 5 سنوات، والاكراهات اللي كتعيش الجمعيه، وداك الشيء اللي حققت خلال هاد السنين. اليوم كان موضوع النقاش كان المشاكل اللي كتخبطوا فيها سيرتو الناس اللي فيهم المصابين بداء السكري، وكان النقاش مستهدف حول كان المشكل ديال الانسولين، والمشكل ديال المواعيد ديال الناس ديال بالنسبه للمستشفى السيد البرنوصي، وكان المشكل الثاني هو ديال الرميد. الرميد لان كاين هو ماشي كيكون جهوي، على ماشي على مستوى الوطني، هذا الشيء اللي كاين. بالنسبه للحلول اللي كنا احنا اللي لقينا حاليا، الحمد لله حاولنا نحققوا عده امور بما فيها خلق شراكه مع مندوبيه الصحه، حاولنا ندخلوا المستوصفات ديال البرنوصي اللي تابعه لمندوبيه الصحه، صراحه مشكورين، وحاولنا كنخدموا كنقوموا بخدمات شبه صحيه مع الاطر ديال مندوبيه الصحه، وحاجه اخرى كنشكروا عماله مقاطعه السيد البرنوصي على راسهم السيد العامل والقسم العمل الاجتماعي للدعم ديالهم المتواصل للجمعيه، الدعم ديال الحملات الطبيه بالنسبه للمرض وبالنسبه للساكنه، حيت درنا مجموعه ديال الانشطه ومجموعه ديال الحملات، وكنشكرهم جزيل الشكر وشكرا. العالمين والصلاه والسلام على ازكى واطهر المخلوقين سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. بدايه عيد مبارك سعيد لكم جميعا، وكل عام وانتم بالف خير. نرحب بالاساتذه الكرام سي مصطفى عقيدي، سي رشيد صبري، حسين جمالي، سي عز بوكسرين. في البداية أدع الكلمة لرئيس جمعية السفراء الخير لكي يضعكم في سياق الأنشطة التي قامت بها الجمعية والحصيلة التي عملت على صياغتها. أدع له الكلمة الآن. مرحبا. شكرا أخ عصام، كنشكر الحضور الكريم، كنشكر الأساتذة اللي معنا بإيجاز اليوم نتكلموا عن جمعية سفراء الخير. التخصص ديالها الناس مرضى داء السكري. الحصيلة المهم تأسست في 2000، المهم الجمعية تأسست في 2012، من 2012 لدابا حاولنا نحققوا بعض الإنجازات على مستوى مقاطعة السيد البرنوصي. حاولنا بالنسبة كان عندنا مشكل ديال الأنسولين بالنسبة للمستوصف حفظ الصحة، زائد المستوصفات اللي تابعه مندوبيه الصحه، كان مشكل ديال الانسولين كان كيتعطى بطريقه غير معقلنا. احنا واحد المجموعه ديال الناس اللي كان فيهم السكر بانني انا مصاب بداء السكري، حاولنا في 2015 كان دار داك الكتاب الموحد، دابا راه كاين عند الناس اللي مرض، باش اللي خد الانسولين من حيط الصحه ما ياخذوش من المستوصف اللي تابع القطاع ديال مندوبيه الصحه. وكان المشكل ديال الرميد، انا كنهضر على البرنوصي، كان المشكل ديال الرميد كان الناس كيمشيو كيعطوهم 3 شهور 6 شهور، دابا حاليا ما بقاش كيعطيو التواريخ بعيده شهر. والجمعيه في خلال هذه الفتره فاش تاسست حاولنا درنا عده حملات طبيه بما فيهم الحملات الطبيه بما فيهم العملية ديال الشلالة، استافدوا منها واحد المجموعة ديال الناس بما فيهم المخرجين ديال الجمعية. وحاجة أخرى، كنا الجمعية كانت تقريبا كل عام كانت كدير حملات طبية للتنقيب على مستوى نسبة السكر في الدم والضغط الدموي، وكانت كنتابعوا المتابعة بالنسبة اللي لقيناه مريض كنرجعوا باش يمشي لأقرب مستوصف طبي. والانجاز الثاني حاولنا درنا شراكه مع مندوبيه الصحه، كنا توقعت في 2017، المهم هذا الشيء ما كانش. كنشكروا مندوبيه الصحه فتحوا لنا باب باش نخدموا معاهم في المستوصفات، هذا الشيء ما كانش، المستوصفات اللي تابعه القطاع ديال مندوبيه الصحه.
وحاجه اخرى، الجمعيه استطاعت مؤخرا هذه 3 شهور باش ولا اشكل نقدر نسمو مركز لارشاد وقائي لمرضى السكري اللي كيحدا العماله ديال البرموسي، مركز الموسي اللي عرفتو. البرنامج ديالو كيكون الاثنين اربع الجمعه، الناس اللي مرض يقدروا يلتحقوا بنا ابتداء من الاثنين اربع الجمعه، كندوم من 9 للوحده. كاين فيه الارشاد، كاين فيه قياس نسبه السكر في الدم والضغط الدموي والتحسيس بالنسبه للناس اللي مرض. الموضوع ديال النقاش ديالنا اليوم هو نقاش عام حول الوضعيه الصحيه للسيد البرنوسي والاشكالات اللي هي مرتبطه بها والمقترحات اللي يمكن تكون ان شاء الله تصب فيها. ادعو الكلمه الان للاستاذ مصطفى عديدي كي يضيف الى النقاش افكار جديده ان شاء الله، فليتفضل. مشكورا. اذا بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله وسلم على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين. بدوري كنبغي نقول لكم مبروك عليكم العيد بالصحة والعافية وطول العمر إن شاء الله. ونبغي نشكر الإخوان في الجمعية ديال سفراء الخير ديال المساندة الطبية على هذه الدعوة الكريمة، وأتشرف أنني نكون حاضر إلى جانب الإخوة قطر السيد البرنوسي أبلوا البلاء الحسن على مستوى العمل الجمعوي ويقدمون خدمة ذات بعد تربوي وتأطيري واجتماعي وثقافي بالنسبة للساكنة ديال السيد البرنوسي. الأخ عصام القمري والأخ رشيد صبري والأخ حسين جمالي والأخ عبد العزيز البصري والإخوة بطبيعة الحال اللي كاينين أعضاء الجمعية ديال سفراء الخير للمساندة الطبية. موضوع اللي مفروض على اساس اننا نجيو نتداولوا فيه ونناقشوه هو موضوع مرتبط بالواقع ديال الصحه بسيدي البرنوسي. حنا ابناء سيدي البرنوسي، كبرنا في سيدي البرنوسي، قرينا في سيدي البرنوسي، قرينا في سيدي البرنوسي، مرتبطين وجدانيا وعاطفيا بسيدي البرنوسي، وعندنا غيره على سيدي البرنوسي، وكنحاولوا من جميع المواقع كنحتلوها ومن جميع المسؤوليات اللي حنا بطبيعة الحال كاينين فيها، نحاول ما امكن على انه نديرو التأطير اللازم بالنسبة للساكنة البرنوسي ونقدمو الخدمة الضرورية بالنسبة للساكنة البرنوسي. ملي كندويو على الصحة خاصنا نحاول ما امكن انه نقدر القيمة ديال الصحة بالنسبة لنا حنا كاملين، بالنسبة للعنصر البشري ككل. وهذا دارت فيه واحد الدراسة، دراسة كيشدو الناس وكيحاولوا ما يمكن يسولوهم، كيقول ليه اشنا هو مصدر السعادة ديالك، شنا هو اللي لا توفر لك كيوفر لك السعادة في حياتك؟ واش الا توفر لك المال وكان عندك المال وهذا، واش الا كنتي عندك خدمة مستقرة وقارة كتعطيك واحد المدخول شهري، واش الا كنتي كتعيش في واحد الجو عائلي ديال الدفء العائلي كتعيشو، واش إلا كان عندك وليدات صالحين واش هكدا، واش إلا كنتي كتمتع بصحة جيدة. في المراتب ديال هادشي النهاية ديال الدراسة جات الناس كلهم كيقولو أودي أنا بالنسبة ليا إلا كانت صحتي مزيانة يمكن نلقى الخدمة، يمكن نجمع الفلوس، يمكن ندرك أي حاجة في حياتي، يمكن تهلا في ولادي، يمكن تهلا في والديا، يمكن نعيش مزيان، يمكن هذا. اذا بالنسبه ليه كيقول بانه الصحه هي المصدر الرئيسي، ماشي بوحدها الى جانب هادشي كامل اللي دويت عليه، ولكن هي مصدر رئيسي بالنسبه لسعاده الانسان. ومن هذا المنطلق نبغي نقول على انه اللي كيهتم بالصحه ديالك راه هو اللي كيعطيك السعاده حياتك. ومن هنا كنقدروا القيمه ديال الطبيب، ونقدروا القيمه ديال الاوتوشيب الطبيه، ونقدروا القيمه ديال الناس اللي كيشتغلوا في القطاع ديال الصحه، لان عندهم مسؤوليه كبيره ديال يهتموا بالصحه ديالنا ويحاولوا ما يمكن يحافظوا على الصحه ديالنا. اذا القيمه ديالهم هي قيمه كبيره. بكل اسف
هذه القيمة اللي احنا الناس متواضعين في المجتمع كنقدروها، ولكن الدولة والوزارة ديال الصحة ما كتقدرش هذا الشيء، لأنه مبدئيا احنا بالنسبة لنا ملي نجيو نديرو التقييم ديال الأداء الصحي أو ديال الخدمة الصحية على مستوى السيد البرنوسي، غنحاول ما أمكن نمشيو على ثلاثة ديال 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 ديال, ديال الواجهات الأساسية أو المستويات الأساسية. أولا على مستوى البنية التحتية، وملي كنقول البنية التحتية هو كنقول المستشفيات ونقول المراكز الصحية، ونحاول ما أمكن نطرح أنا السؤال واش هاد المستشفيات اللي كاينين في البرنوسي وهاد المراكز الصحية اللي كاينين في البرنوسي، أولا واش كافيين من الناحية العددية، ثانيا واش هما فيهم جميع الظروف اللي تجعل على أساس أنه تقديم الخدمة الصحية يكون في المستوى المطلوب. كنلقاو بأنه بالنسبة لنا لبقينا حنا في البرنوسي ما نخرجوش كاع بطبيعة الحال، سيدي مؤمن جعلها في البرنوسي، عندنا المستشفى واحد هو المستشفى ديال المنصور، الطاقة الاستيعابية ديالو محدودة، المرافق ديالو محدودين، الأطر الطبية اللي كاينة عددها محدود، الأطر الشبة الطبية عددها محدود، وسائل ديال الاشتغال بطبيعة الحال غير كافية. يعني كنلقاو على أساس أن على مستوى البنية التحتية ملي كيكون عندك مستشفى واحد ومراكز صحية بطبيعة الحال ما عرفتش العدد ديالها، ولكن يمكن يكون في حدود واحد ستة ولا واحد سبعة ولا شي حاجة، كيبان بأن هذا الشيء قليل إلا استحضرنا العدد ديال الناس يما ديال ساكنة سيدي البرنوس. إذا على مستوى البنية التحتية يمكن نقولوا بأنه غير كافي. على مستوى الموارد البشرية، الموارد البشريه انا قلت بانه عدد الاطباء قلال، وبالاخص الاطباء المتخصصين. الا بغيتي دابا طبيبه القلب عاد كاين طبيبه وحده ديال القلب هزوها من البرنوسي راه داوها المستشفى ديال سيدي مؤمن اللي كان تشدو جلاله الملك، واللي بغى يتعالج عندها خصو يطلع عندها حتى تما، وخصو يشد موعد بالاسابيع. شوف اذا باش كنقول بانه الاطباء المتخصصين قلال بشكل كبير، أطباء الطب العام حتى هما قلال لأنهم كيحاولوا ما يمكن يكملوا فقط بالطلبة اللي كيقراو بطبيعة الحال في الكلية ديال الطب، واللي كيجيو كيديروا دي ستاج عندهم راه غالبا بهذوك باش كيحاولوا ما يمكن أنهم يسدوا ذاك العجز على مستوى الموارد البشرية فيما يخص الأطباء وفيما يخص الأطر الشبه الطبية. على مستوى وسائل الاشتغال ما كيشرفناش سيد البرنوسي ان يكون عندك مستشفى ما فيهش الانعاش. الانعاش راه ضروري، واحد الضروره ما كتجي حاله خطيره خصك تدخل الانعاش باش تنقذها. ملي ما كاينش الانعاش اش كيدير لك؟ كيحاول ما امكن انه يحاول لك يصيفطك حتى للسياشو حتى للمستشفى الجامعي ديال بنورج، وركب انت دابا لومبيلونس تقدر تكون خارجه يبقاو يتسناو لومبيلونس تجي، وعاد باش يركبك في لومبيلونس وعاد باش غتمشي وكتعرفوا الطريق باش توصل حتى للسيرشو ديال الدار البيضاء شحال غدي في الطريق. هذه حاله خطيره، في هذا الوقت اللي كنضيعوه حنا باش ننقذوها يمكن نفقدوا الحياه بالنسبه لهذا. هذا هو علاش بالنسبه لنا الانعاش ضروري ومطلب رئيسي بالنسبه للساكنة البرنوسي، خصو يكون في البرنوسي الانعاش بطبيعه الحال الطبي. ما كاينش سكانير، اذا بالنسبه لنا ملي كتجي حاله بعض المرات الراديو ما كيكونش كافي بالتشخيص، مش يعرفوا الى اي درجه مريض هذا السيد وشنو عنده وشنو خصو يدير ليه، حيت التشخيص هو نصف الدواء. ملي كيعرف شنو عندك كيقدر يداويك، والا ما عرفش شنو عندك ما يقدرش يداويك. كنحتاجوا على اساس ان يكون عندنا سكانير، ما كاينش سكانير في المستشفى ديال السيد البرنوسي، وهذا من بين الاعقاب الرئيسيه اللي كاينه على مستوى الخدمه الصحيه. وبالتالي كضطر ايضا على انه يصيفطك حتى لبنوراج ولا يحاول ما امكن يصيفطك حتى لمحمد الخامس ولا يصيفطك للمستشفى ديال سيدي عثمان، واحد المجموعه ديال المستشفيات اللي كاين فيهم سكانير ومتفاوته القوه ديال السكانير بطبيعه الحال، لانه كتحسب لي بارات وداك الشيء، كاين اللي 4 بارات كاين اللي 16 بارات كاين واحد المجموعه. يعني بالنسبه لهم لحد الان اللي هو سكانير مزيان كاين في سيدي عثمان وكاين في سياش وفي مستشفيات اخرى راه كاين على قد الحال، لان ملي كيكون سكانير مزيان كيدقق لك بطبيعه الحال وكيحاول ما امكن يدير لك التشخيص دقيق باش كتعرف انت. حنا
كنقولوا على اساس ان هذا واقع جمناه فشي حاجه قليله من الخصائص اللي كاين. الخطا اللي بالامكان انه نرتكبه حنا هو اننا نحملوا المسؤوليه ديال هذا التردي ديال الخدمه الصحيه اللي كاينه في سانت فالونسي الى الاطر الطبيه اللي كاينه والاطر الشبه الطبيه. راه مواطنين بحالنا بحالهم وراهم طبيعه الحال قراو حتى وصلوا لهذاك المستوى وراه عندهم رغبه باش يخدموا، ولكن ما كتسعفهمش البنيه التحتيه وما كتسعفهمش الوسائل العمل اللي تحت من يديهم. انا كنقدر الطبيب بشكل كبير، علاش؟ لانه انا عشت واحد التجربه في داري وانا عندي بنتي دابا غتخرج هذا العام غتخرج طبيب، وراه دوزت 7 سنين ما كتاكل معانا ما كتشرب معانا ما كدير حتى حاجه، عينيها في الوراق وعينيها في الحفاظه، حنا ناعسين وهي فايقه. يعني ديك التمارين اللي كيديروا بالنسبه للتكوين كتجعلني انا بالنسبه ليا نعطي قيمه للشهاده اللي كياخذوا ونعطي قيمه ليهم، لانه كيتكرفصوا من بين الموظفين اللي كيتكرفصوا في التكوين بشكل كبير وهما بطبيعه الحال الاطباء. وعلى هذا التكوين بطبيعه الحال اللي كيديروا ولا هذا التمارين ولا هذا التكرفص اللي كيتكرفصوا بطبيعه الحال في الحفاظه وديك الشيء هذا، يمكن نعطيهم هذه القيمه ونحاول ما امكن ان نقدروهم. اذا نقدروهم هو انهم نحاول ما امكن ما نسيئوش ليهم، لانه كاين بعض المرات اللي كنحاول ما امكن على اساس انه نجي كتلقى ظروف داخل المستشفى وكتحاول ما امكن على اساس انه هذيك الظروف اللي هي غير مناسبه بالنسبه للموظف انه يزاول المهمه ديالو كتولي كتحملوا المسؤوليه هو. وراح حصلنا على واحد المجموعه ديال الحالات اللي تهانوا فيها اطباء، وكاين اطباء اللي ضربوا نيت وتمارس عليهم العنف، فحرام على اساس اننا نوصلوا لواحد الموظف اللي خدمته الاساسيه كيف قلنا هو يحتم صحتك باش يخلق لك السعاده في حياتك تحاول ما يمكن انك تهينه. اذا يمكن نقول انا بالنسبه لي على اساس انه حتى كل شيء راه كيقولوا حجر وقوم، راه يمكن تكون حالات استثنائيه، انا بالنسبه لي ما كندويش بالتعميم، تكون حالات استثنائيه ديال شي واحد اللي فاقد الضمير المهني او شي واحد اللي ما كيقومش بالواجب كما يجب او هذا. حنا بشر يمكن نقصروا بطبيعه الحال، يمكن الكمال لله سبحانه وتعالى، ولكن ما نعموش على كل شيء وما نحاولش ما امكن نعطي واحد حكم قيمه على كل شيء انه كل شيء ما مزيانش وكل شيء ما كيخدمش وكل شيء ما كيديرش خدمته وكل شيء. كاين الناس النزهاء، كاين الشرفاء، كاين اللي كيقوموا بالواجب ديالهم على اكمل وجه، وبالتالي احنا بالنسبه لنا من هذا المنبر حنا كنقولوا لهم بانه كنقدروا العمل ديالكم وكنطلبوا من الوزاره ديال الصحه على انه تعطيهم المحفزات الضروريه، تحاول ما امكن تهتم بالوضعيه ديالهم الماديه، تحاول ما امكن توفر لهم الامن باش يقوموا بالواجب ديالهم، وتحاول ما امكن تعطيهم الوسائل باش يشتغلوا باش يحاول ما امكن انهم يقدموا الخدمه المطلوبه على اكمل وجه، وتحاول ما امكن على اساس تخلق لهم ظروف في بنيه تحتيه صحيه وكتاهلهم على انهم يقوموا بالواجب ديالهم على اكمل وجه. كيبقى على انه بالنسبه لنا هاد الخصائص اللي كاين على مستوى الاداء ديال الخدمه الصحيه من المؤسسات اللي يمكن نقولوا هي مؤسسات رسميه، راه كتحاول ما امكن الجمعيات ديال المجتمع المدني اللي هي مهتمه بالقطاع الصحي انه تساهم بدورها رغم الاكراهات رغم الظروف رغم المعيقات رغم قله الامكانيات باش تساهم بدورها. على راس هذه الجمعيات بطبيعه الحال على مستوى سيد البرنوسي هي الجمعيه ديال سفراء الخير للمساعده الطبيه في شخص رئيسها الاخ حسين، اللي نبغي على اساس انه ندعيو معاه في الصلاه ديالك، لانه انا كنشوف المعاناه اللي كيعاني والجري اللي كيجري والمجهود اللي كيبذل باش يحاول ما امكن يوفر لكم اله ديال القياس ديال السكري ولا اله ديال القياس بطبيعه الحال ديال الضغط، ولا يحاول ما امكن يجري باش يوفر لكم البره ديال الانسولين، ولا هذا راه كيبذل مجهود كبير وكيجري وكيدق البيبان ويلقى هاد الباب كيتسد عليه ويمشي يجري باش يفتح باب اخر ويحاول ما امكن انه يدير بدون ما تكون عنده بطبيعه الحال، يعني هو ما كيتخلصش على هاد الشيء وما عندوش عليه اجر وما عندوش عليه تعويض، هو كيديرو في سبيل الله في سبيل الساكنه بطبيعه الحال ديال المنطقه اللي هو عايش فيها واللي تربى فيها واللي هو كبر فيها، وكيديرو بشكل تطوعي. هذا نموذج
ديال الانسان اللي خصنا نقدروا فيه هذا المجهود، لانه بعض المرات اللي كيبذل المجهود مع الناس اش كيبغي؟ كيبغي كلمه طيبه، كيبغي شي حاجه ماشي كيبغي كلمه طيبه، وكيبغي الدعاء باش يثبت ليه الاجر طبيعه الحال على العمل اللي كيدير. كنختم انني كنوه بالدور اللي كتقوم به الجمعيه، وكنقول على اساس انه كنبقاو دائما حنا اليات من الاليات اللي تبغي تشتغل بها الجمعيه، وسنكون دائما رهن الاشاره ديالهم في دعم اي نشاط يقدم خدمه صحيه بالنسبه لهذه الساكنه. ونبغي نقول على انه حنا بالنسبه لنا الاخوان كاملين اللي كاينين راه بوضعيتهم يمكن نحلوا المشاكل ديالهم ونحلوا المشاكل ديال الناس اللي قراب منهم. حتى واحد فينا حنا هادو اللي جالسين ما مغلوب باش يحل المشكل لمو ولا يحل المشكل خوتو ولا يحل المشكل هذا، ولكن حنا تطوعنا باش نحلوا المشاكل اللي ليكم نتوما، اعتبرنا بان نتوما اسره ديالنا وكبرنا الاسره ديالنا. حنا بالنسبه لنا خرجنا من ديك الاسره الضيقه ديالنا اللي هي اسره عائليه الى اننا نحاولوا ما امكن انهم ينضموا الينا جميع الناس اللي ساكنين في البرنوصي، الجيران واللي بعاد واللي قراب، ونحاولوا ما امكن بتجربه اللي عطى الله لهذ الاخوان وبالعرف اللي عطاهم الله على انهم يقوموا بالواجب تجاه الساكنه ديال سيد البرنوصي. نتمنى على الله على اساس انه هذا العمل يكون مقبول عند الله سبحانه وتعالى، ونتمنى على الله على اساس ان الله سبحانه وتعالى يمتعكم بالصحه ديالكم ويعطيكم طول العمر. وشكرا جزيلا لكم. بدوري كنبغي نهنيكم بهذا العيد المبارك السعيد، وكل عام وانتم بألف خير. وبالمناسبه كذلك كنبغي نشكر صفاء الخير شخص السي حسين اللي صالح سكين مدرسة عائلي اللي كنعيشوا معاه لحظات لحظه بلحظه المجهودات اللي كيبذلها من اجل انه يوفر واحد المجموعه ديال الاشياء للمرضى السكري على مستوى سيدي البرنوصي. وفي الحقيقه صعيب تاخذ الكلمه مورا الاستاذ عاقلي، لانه في الحقيقه دائما تدخلاته والمداخله ديالو كتكون شامله وكافيه وشافيه، هو عطى واحد الصوره قريبه جدا للواقع ديال البنيات التحتيه والاداريه والبشريه والتقنيه ديال القطاع الصحي البرنوصي، اللي ما غنزيدش عليه شي حاجه لانه قطاع كيعرف مشاكل عديده. فباقي التراب الوطني اللي كيعيش فيه القطاع واحد المشاكل كثيره وكثيره جدا. اذا بغينا نتكلم في نقطه اخرى اساسيه، وخصوصا ان العنوان ديال الندوه هو الوضعيه الصحيه بسيد البرنوصي. يعني اضافه الى هذيك النقص الحاد اللي كتعرفوا منطقه سيد البرنوصي على مستوى القطاع، يعني منطقه سيد البرنوصي صحيا مهدده بشكل كبير لمجموعه ديال الاعتبارات. الاعتبار الاول هو ان المنطقه ديال سيد البرنوصي متواجده في منطقه صناعيه اللي كتفرز واحد المجموعه ديال الغازات السامه واللي كتهدد البيئه والمستقبل الصحي لساكنة البرنوصي. كذلك تواجد واحد المعمل بسيد البرنوصي قرب الساكنة اللي هو معمل تيب، واللي كنا كنعرفوا الكوارث الطبيعية ديالو وما يمكن أن يخلفه من ضرر عن الصحة ديال الإنسان. لهذا يعني تنبغي نوجه نداء للجمعية أننا نخرجوا بتوصية من هذا اللقاء هذا، أننا نلتمسوا من السلطات المحلية أنها تلقى لنا حل في هذا المشكل ديال التلوث الطبيعي بسيد البرنوصي، على اساس ان نشوفوا حل هذا الحي الصناعي انه يتحول شي منطقه اخرى، وخصوصا المعمل ديال التيك اللي هو قريب وسط الساكنه واللي كيفرز. انا ساكن في طريق واللي كيفرز يوميا مواد سامه جدا، اذا خصنا نرفعوا توصيه لان هذا الشيء كيشكل خطوره على المستقبل الصحي ديال اولادنا ولا ديال بناتنا ولا تحتنا حنا. وبالتالي خصنا نرفعوا توصيه ونضغطوا، لأن لا يعقل أننا نبقاو عايشين في هذا، لأن التلوث خطير وخطير جدا. إذا تلقى علينا التلوث الطبيعي، وتلقى علينا ضعف البنية التحتية والموارد البشرية ديال قطاع الصحة، يعني منطقة برنوصي من المناطق مهددة جدا في المستقبل الصحي ديالها، لأن هناك دراسات وطنية جعلت من الدار البيضاء يعني 90% ديال التلوث ديال المغرب كله تجمع في الدار البيضاء، و85% ديال التلوث ديال الدار البيضاء تجمع في منطقة سيد البرنوصي عين سنا. وبالتالي خص الساكنة ديال البرنوصي من خلال الجمعيات ديالها ومن خلال القوى الحية ديالها
انهم يتحركوا في هذا الاتجاه هذا، ان المستقبل الصحي مهدد جدا، ولا قدر الله راه كاين واحد النسبه كبيره ديال السرطانات، كاين واحد النسبه كبيره ديال امراض الصدر والتنفس والجهاز التنفسي. يعني نسال الله السلامه، وهذه فرصه اننا يعني في البرنسين نرفعوا التوصيه للاخوان في الجمعيه على اسن الشغل، ولا ماشي غير جمعيه صفاء الخير ولكن جميع الجمعيات ديال المجتمع المدني انهم يشتغلوا في المساله هذه. وما عندنا نزيد، مبروك عواشركم، ونتمنى من الله سبحانه وتعالى حفظنا في جميع المسلمين، وشكرا جزيلا. بعض الاضافه نطالب ممن تاهل منه، احنا من بين الامور اللي كنعانيوها في البرنوسي هو غياب الشجار والفضاءات الخضراء، لان الوضع البيئي ديالنا متازم جدا، وحتى بعض التهيئه ديال الفضاءات العموميه بدات كتغيب عليها البستانه والتشجير، وكتحل محل ديالها الجدران والاسمنت. هذه خطوره اللي هي كبيره، وخصوصا مع حتى الشارط الاخضر اللي كان على بيرلي حتى هو الان كيتحول لفضاءات، والفضاءات ممتازه، ولكن بالنسبه لنا حنا كاين اكراه بيئي خطير، خص يعاود يحيى التشجير من جديد، خصوصا داخل الاحياء وفوالا، والغابات اللي هي مجاوره مثل غابه غوديا. ثاني حاجه تحز بانفسنا هو الوفيات اثناء التوليد، اثناء الولاده هناك وفيات كثيره جدا، خصوصا ملي كنطلبوا باش كتنتقل شي حاله الى المستشفى الجامعي بورشت، ما كتجي فين تلحق ديك الحاله، اغلبيه الناس كيتوفوا في الطريق، وهذا امر محزن وخصو بحق يتعالج. كانت الاضافه اللي هي جميله هو داك المستشفى اللي دار دابا ديال سيدي مومن ديال شنو جلاله الملك، هذاك في رمضان، هذاك المستشفى اللي يمكن نقولوا حيت كان واحد الضغط كبير ديال التوافد ديال الناس ديال سيدي مومن على المستشفى الاقليمي المنصور، ان ما كيستافدوش منه الساكنه ديال البرنوسي بقدر ما كتستافد منه المقاطعات اللي هي مجاوره، وعلى راسها مقاطعه سيدي مومن اللي هي كتحتوي على منطقه اهله بالسكان، بمعنى فيها ساكنه كبيره اكبر من سيدي البرنوس. بالنسبه من اكبر المشكلات ايضا اللي في قطاع الصحه هو تواجد القطاع الخاص والاثمنه ديالو الباهظه، واعتماده على الاطر الطبيه ديال القطاع العام. هذا باقي اشكال كبير، لان كتستنزف الاطر الطبيه مادام باقي داك الحق ديال الاشتغال ديالها في القطاع الخاص، هنا اللي كتستنزف. بالنسبه للمركز ديال تصفيه الدم اللي كاين عندنا في البرنوسي، هذا كان اضافه مزيانه، ولكن لازال الضغط عليه كبير، بمعنى خاص مراكز كما سبق وشار الاستاذ عقيدي، بمعنى البنيه التحتيه لازالت تفتقر الى عديد من الاشياء، ولا زالت هي في حد ذاتها قليله وتحتاج الى مرافق اخرى. واللي كيبقى اللي هو اساسي هو الوقايه خير من العلاج. الوقايه خير من العلاج، بمعنى حتى في التغذيه ديالنا حنا نبداو نعلموا اولادنا ياكلوا الخضار وياكلوا الامور اللي هي، حيت دابا الاطفال اللي طالعين حنا كنعانيو حتى مع اولادنا، حنا كيميلوا الامور انا بحال رايي الشخصي انايا المرتدله وما شابهها ما كنخليهاش تدخل المنزل. بعض الامور اللي هي مصنعه لواحد الدرجه من الاحسن تبدا امور اخرى. الناس اللي كانوا بكري كياكلوا الامور اللي هي كياكلوا الاشياء اللي هي طبيعيه كانوا الناس صحاح، بغض النظر على دابا كاين اشكال بيئي، كاين اشكال على المستوى الصحي، وزناه حتى اشكال على مستوى التغذيه، بمعنى حتى التغذيه ديالنا خصها تكون تغذيه سليمه، وراء الخضر هي اللي فيها نسبه كبيره من الالياف وهي اللي مهمه جدا للجسم. اذا خص الثقافه ديالنا ديال التغذيه تغير وتولي ثقافه جديده اللي كتسمح باش نساهموا في بناء جسم سليم. وفي الحقيقه المداخلات ديال الاخوه والاساتذه اللي كانوا معنا مداخلات قيمه، دابا ما كنتسناو مداخلات من الاخوه الحضور، عنده شي تساؤل ولا شي مداخله يفيدنا بها مرحبا به. عاود السؤال، ما كنسمعوكش الحاج، الصوت كطلع المستشفى ديال منصور كتبان لي مراكب الكرامات كتبان لي مراكب الكرامات.
مفهومة. بغينا ناخذ البرا ما كايناش ديال التسقا اللي بغينا ناخذ برك ما كايناش كل شهر كيعطيونا ثاني في الشكل كيكون مره ديال ميكرو مره هذاك جيت بريد كل مره كيعطيونا واش سمعتي في صالح ديال الناس مرات لا كنا كنشوفوا المستوصفات الصغيره المراكز الصحيه الصغيره كاين فيها مراحل الملاحظ انها ما بقاتش هذيك المراحل وحنا عندنا مرضى السكري كيف يعقل انك تمشي للمستوصف وما تلقاش فين حاشاك تمشي للطوالب ما كايناش اولا كاينه وحده سادينها انا واش ما عنديش انا تاع السريعه الاخرى هذه دابا شهر كل ما عطاونيش كان راجل الله يرحمه طاح في الشركه وقع ليه تقطع ليه عرق في الراس وهزاتو لومبيلونس من الشركه لحسوا ليا في محمد الخامس محمد الخامس عطاو ليا صيفطوا لي موريسبو درت سكانر درت تخطيط ديال القلب قال لي لي ريم لي ريم ما عنديش واش غنديرو هزيتو في لومبيلون جبتو حتى للدار بلا اكسجين بات عندي في الدار ما بقاش عنده الاكسجين الصباح جبت لومبيلون ديتو درت ليه لي ريم داروا لي المحسنين جبتو لموريسكو باش غيحولوا لي من المستعجلات ديال ميريسكو ما صافي غينعس قال لك لومبيلون تكون بالاكسجين وشوف شحال هو بلا اكسجين ملي قلت له ما عنديش قال لي تخلصي وخلصت الاكسجين عير اقسم بالله ما كايناش حتى 30 متر باش خرجت من بلونس البلاصه تاوى معايا بحال كيتاوى معايا شي هوندا غدا بشي واحد من 12 فريال هبطت 300 درهم ما يمكنش الصبر سي با بوسيبل ما نمشي شي حاله الا تشوف غير القياس ديال عيني كل هذا لان انا خصني تدخل ديك الساعه وما كيديروش استثناءات والو كتطق كتمو كتمو ما فيهاش نقاش كتطق مشي على الكريم ما عندك ما عندك ما ضربة القرنية وأي طبيب كمشي عدو دابا سيفطوني لكلينيك الشيفا جيت 20 غوطة اللي ديري واحد الراديو وأنا ما عنديش وعطيت طلبت غير مداظر قال لي ما عطاك لا مداظر لا والو العوينة الأخرى طالعة لا جلالة قال لي خصك لي عملية وأنا ما عنديش إمكانية يعني مداظر طلبت غير باش تحتفظ على العوينة الأخرى قال لي ما عطيك لا مداظر لا والو دابا سيفطوني لكلينيك الشيفا اللي جيت 20 غوطة واحد الراديو راه البر عندي مطولة قال لي باش ديري عملية العوينة الأخرى وهذه دابا راه صافي هي القرنية كتباع إلا مضروبة النقطة اللي كنت سائل عليها واللي هي مهمة ملي كنمشي لسبيطار المنصور واش ما عندكش شي حالة خاصة في المستشفى الجامعي بن رشد تيقول لك لومبيلونس كتخرج من لومبيلونس تيقول لك خاصك ديري الكازوال واش هنا وزارة الصحة ما نخصاش واحد الميزانية خاصة بالغازوال ديال لومبيلونس اللي كتنقل المواطنين للمستشفيات الأخرى وشكرا. شكرا. واحد كيكذب شي واحد علاش؟ لأن هذا الشيء لابد نكونوا عشناه في يوم من الأيام. دابا اللي هو جميل الحمد لله في هذه الفرصة وهذه في هذه المناسبة هو أننا نجمعوا هذه المعطيات كاملة وهذه الإكراهات كاملة ونحاولوا حنا كنسيج جمعوي ماشي غير جمعية السفراء الخير. كنسيج جمعوي كامل نحاولوا نراسلوا الوزاره مركزيا وكذا باللي راه كاينه اكراهات حيت الا تحركنا حنا ودافعنا على الامور اللي هي كنعتبروها حق من الحقوق ديالنا الاساسيه غادي يكون خير ان شاء الله. استاذ بقى هذا الحق الاخر اللي كيفاش 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 البنج كياخذ القرايه ديال السيروم حنا درنا ليه البنج راه ما كاين لا بنج لا والو من القرايه ديال السيروم دير قالك هو البنج والله قالت لك بالله شي شفتو انا بعينيا وعشنا فيه وشنا القرعه ديال السيروم كيجي قال لك هذاك هو البنج وانا راه بالنسبه لي راه كونديكتور راه ترانسبورتور انا كنشارجي انا المزيكا الدار بدا كامل تخرجوا على برا شكرا ديال وانا ذاك راه السيروم كيدوي غدا تيقول بلي هذاك راه البنج. إذا بسم الله الرحمن الرحيم وصلى الله وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. كنشكر بطبيعة الحال الحضور الكريم اللي تفاعلوا بشكل إيجابي مع الكلام اللي تقال من هنا من المنصة وبطبيعة الحال كاع الكلام اللي تقال هو صادق وصريح ونتيجة ديال المعاناة حقيقية يعني كل واحد فيكم لجأ إلى مستشفى أو لجأ إلى مركز وفعلا هذا الشيء كله داخل في إطار الخصائص ديال الخدمة الصحية احنا مسجلينه. اذا حنا متيقين الاخوان كاملين اللي ذكروا هذا الشيء وحنا معترفين بان هذا الشيء فعلا كاين واقع يمكن يكون مديور عن قصد يمكن يكون بطبيعه الحال بدون قصد
حنا ما كنحكموش على النوايا، الله سبحانه وتعالى هو اللي كيحكم على النوايا، ولكن هادشي كله راه مرتبط اساسا بضعف البنيه التحتيه وبالنقص ديال الموارد البشريه وبالنقص والخصص الكبير اللي كاين في وسائل الاشتغال. يعني كون كانت متوفره هاد كله هادي العناصر الاساسيه اللي ممكن تعطينا خدمه صحيه في المستوى. حنا كما قال الاخ عصام كنسي الجمعوي غنحاولوا ما يمكن نتبناو هادشي كله اللي قلتو، وغنحاولوا في مرحله اولى نترافعوا عليه عند المسؤولين ديال قطاع الصحه اللي كاينين في البرنوسي. نمشيو عند المدير ديال المستشفى ديال الشيخ البرنوسي، ونمشيو عند المندوب ديال وزاره الصحه، وغنديو معنا هادشي كامل اللي قلتو، وهاد المعاناه اللي كتعانيوا، وهاد الخصص اللي كتعانيوا منه، وهاد الاعطاب اللي كاينه في الخدمه الصحيه، هادشي كله. ملي غنذكروا لهم هادشي حنا خصنا نسمعوا لهم. فهمتي؟ سمعوا لهم. سمعوا واش غيقولوا لنا. حيت شوف الله سبحانه وتعالى راه عنده واحد الحكمه في الخلق ديالو ديال البشر. الله سبحانه وتعالى راه كان بالامكان يخلقنا عبودا وحده. عبودا وحده واش الله كان ولكن خلقنا بجوج ديال الودنين. علاش خلقنا بجوج ديال الودنين؟ باش نسمعوا بهم بجوج. دابا سمعنا لكم انتم بهذه، غنسمعوا للمسؤولين بهذه الودن الاخرى، غنخضعوا هذا الشيء للمنطق، غيبان لنا شنو كاين. غيبان لنا شنو كاين فين كاين هذا. بناء على هذا الشيء بطبيعه الحال اللي حنا غادي نحاولوا ما امكن نوصلوا ليه معاهم، غنديروا مذكره مطلبيه لوزاره الصحه. بسمية مجلس دار الشباب سيد البرنوسي، لأن حنا كنا أعضاء فيه، واللي الرئيس ديالو الأخ عصام، وغنرفعوا مذكرة مطلبية لوزارة الصحة، هذه خاص لتجويد الخدمة الصحية على مستوى سيد البرنوسي. إذا حنا كنوعدوكم على أنه غنكونوا حنا هما لسانكم، حنا هما المحامي ديالكم، وغنحاولوا ما أمكن أنه ندافعوا عليكم عند الناس المسؤولين، باش بطبيعة الحال الوضعية ديال الخدمة تتحسن. وانتم تستافدوا لانه هذا حق دستوري ديالكم. الصحه هو حق دستوري، الدوله مفروض فيها ان توفر الصحه الجيده للمواطنين ديالها، مفروض انها توفرها. اذا كان شي خلل في الاداء ديال الصحه، مفروض على اساس ان المواطنين يحتجوا ويطالبوا ان الخدمه تتحسن. هذا الشيء اللي غنديروه. وكنعاني انا بواحد القضيه، هو انه راه لجينا كل واحد فيكم نسولوه عنده مشاكل، ولكن ما يقدرش هو يحل هذه المشاكل اللي عنده هو بوحدو. هذا هو علاش كنقولوا بان الحلول الفرديه ما عمرها غتحل المشكل. اللي كيحل المشكل هو رد فعل جماعي منظم وفي اطار القانون. هذا هو اللي غنديروه، غنديروه من خلال الناس الجمعوي، من خلال الجمعيات المختصه، من خلال مجلس دار الشباب. كنديروا التجميع، هذه فرصه بواتيه ديال حنا دوينا معاكم وقلنا لكم شنو كاين، وانتم بلغتونا المعاناه ديالكم، غنجمعوا هذا الشيء كامل وغنحاولوا ما امكن يولي ملف مطلبي ديالنا هنا، غنتبناوه كناسي الجمعوي، وغنحاولوا ما امكن ندقوا جميع البيبان ديال الناس المسؤولين باش الاوضاع تحاول ما امكن انها تحسن. نتمناو على الله ان الله سبحانه وتعالى اولا حنا يوفقنا، والناس اللي غندقوا البيبان ديالهم تكون عندهم نوايا صادقه انهم يقوموا بالواجب ديالهم تجاه الساكنه ديال البرنوسي والمواطنين ديال البرنوسي، وان هذه المشاكل كلها تولي من الماضي، ونحاولوا ما امكن نفتحوا صفحه جديده وتحسن الامور بمثل هذه اللقاءات وبمثل هذا التفاعل، باش ممكن على اساس ان نحلوا المشاكل. والله يوفق، وكنشد الشكر من قبل الجمعيه ديال السفراء الخارجيين. شكرا استاذ مصطفى عاكيدي. نانسوني متواجد في حق الصحه بما فيه السريعه والمتوسطه، وبالنسبه وكاين في المراكز اللي تابعه لمندوبيه الصحه كيتعطى كل شهر، زعما هذه شهاده نشهدوا بها. الانسان دابا انا كنهضر مع عازم دابا الناس اللي فيهم السكر ما كيكونوش مواطنين. المهم حتى انا فيا السكر وانا عارف المعاناه، الناس اللي كيكونوا فيهم السكر ما كانوش مواطنين. ماشي ماشي من يقرب من تقرب لانسولين تساليني خاصو يمشي لحفظ الصحه لما لقاش لانسولين. وبالنسبه للسيده اللي هضرت على الفريد قالت لك ديميكرون وجبري، هما راه بحال 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 نفس المفعول نفس المفعول. كاين كاين انت كاين غليكوفاج وادو، هما راه نفس المفعول. اما القضيه بالنسبه للانسولين دابا حنا حاولنا، كاين واحد كنشتغل حاليا الاثنين مع الجمعه من 90 للوحده، واللي جو عندنا
رب اللي عنده هذا المشكل ديال الانسولين قادو نمشيو حنا نحلو المشكل. البدايه بشهر 7 غادي يكون حملات طبيه متنوعه، غادي يكون التخطيط ديال القلب، غادي يكون الخزان، غادي يكون مراقبه نسبه السكر في الدم والضغط الدموي والتسيس، وكاين واحد المجموعه كاين بالنسبه للتوزيع ديال لي زامباراي ولي بومبليت ديالهم باش نكونوا معكم صراحه. الناس اللي عندهم بطاقه الرميد ان شاء الله هما اللي غيستافدوا، باش ما يكونش حيت ما يمكنش ماشي كلشي غادي نعطيو كلشي، كان القرار غنصدقوا غنعطيو كلشي، اما حنا غنشوفوا الاولويات. اللي ما عندوش الرميد وما عندوش حتى الرميد نعطيو خاطر الطارة، ماشي مشكل ماشي مشكل تستافدي من الطارة. انتوما فين ما مشيتو سوا سبيطار سوا حفظ الصحة سوا فين ما مشيتو ما لقيتوش شي حاجة ولا لقيتو شي تعب ولا شي تمهيد، بلا ما بلاد ميدي غوت، بلا ما يحطاتو فشي مواقف، بلا ما يضرب مع شي موظف، بلا ما يهجم على شي طبيب. كاين الحمد لله دابا جمعيات وكاين مراكز اللي تجيو تشكيو فيها المشاكل ديالكم والهموم ديالكم، والاكيد ان هاد الناس راه عندهم ناس اخرين كيتواصلوا معاهم، كاين العماله كاين المندوبيه كاين، وبالتالي بلا ما تحاكوا مع شي واحد، بلا ما تحطوا في راسكم شي مواقف، ان الانسان كيكون مقلق ومريض، الجهه الفرديه ديال الموظفين كيكون عليهم شي ضغط، وبالتالي هذاك الاحتكاك ندير الواجب ديالي. تعاملوا معايا مزيان تبارك الله، ما تعاملوش معايا الحمد لله راه كاينه الجمعيه حدا العماله، كاين دار الشباب مجلس دار الشباب، كاين جمعيات مهتمه، يعني حطوا هادشي كاين ديالكم وراه غيكون الخير ان شاء الله الرحمن الرحيم. حيت بعض المرات المشكل كيتحل داكشي بسيط جدا، في حين اني لا تعاركتي مع شي موظف ولا شي مسؤول كتكبر المساله وكيوليو في حيثيات اخرى، وبالتالي الله يجازيكم بخير في الغوات وهذاك الطين اللامزات وداكشي، حاولوا تجيبوا نتوما مرات مشيتي قضيتي الغرض هو داك ما قضيتيش، راه كاين الناس اللي تصنتوا لك وكاين الناس اللي يجيبوا لك حقك. والسلام عليكم. المشكل اللي يقدر يصبر عليه مولاتي يوصل ليه الرونديفو ديالو. دونك انا كنقول بالنسبه لشي واحد اللي عنده مثلا هذا المشكل ديال العينين مثلا شي حاجه مستعجله، ها ما تمشيش انت بشكل مباشر عن طبيب المختص ديال العينين، غتجي للمستشفى ديال البرنوصي وغتمشي عن طبيب ديال الطب العام، غادي يشوفك وغيقدر بان الحاله مستعجله وغيعطيك ورقه بان الحاله مستعجله باش يدير لك الاحاله عن طبيب مختص. فهمتي دابا كيفاش؟ حيت الا مشيتي انت منك ليه غيقول لك بحال بحال الناس شدي رونديفو واش غنعرف انا مستعجل ولا ماشي مستعجل، ولكن الا ديتي معاك انت ورقه من عند الطب العام انه انت حالتك مستعجله ما كيديرش لك هو المسطره ديال الرونديفو، كيجي يدخلك بشكل مباشر وكيحاول ما يمكن يحل لك المشكل. هذه المساطه اللي معمول بها في المستشفى. فيما يخص هذا الشيء ديال الرميد ما الرميد، انا عندي واحد الملتمس بالنسبه لاخي حسين. دابا الناس اللي كيستافدوا من الخدمات ديال الجمعيه هما كيركزوا بشكل كبير على الناس اللي عندهم الرميد، انا نبغي نقول ليه على ان الناس اللي عندهم الرميد عندهم الحق في الخدمه في المستشفيات العموميه وعندهم الحق في الخدمه الصحيه في المراكز العموميه. اللي ما عندوش الحق مسكين هو اللي ما عندوش الرميد. كاين مراه اللي خلى ليها راجلها لاكيس كتاخذ فيه 6000 ريال، وملي نعم وملي كتبغي تمشي دير مثلا انا حاله والله العظيم مرة مخلي لها راجلها في لاكيس 6000 ريال ومشات غتحاول ما امكن دير الدياليز، الحصه الواحده ب 600 درهم. ملي مشات باش تاخذ الخدمه من عندهم قال لها ما عندكش الرميد. اذا بحال هذه الحالات اللي خاص يتدخل فيها المجتمع المدني، هذه الحالات هي اللي خصو يتبناها المجتمع المدني. انا نبغي على اساس انه الاخ حسين يديروا ملفات لهذه الحالات اللي هي محرومه من الرميد ولكن الوضعيه ديالها كتعاني الهشاشه كتعاني الفقر كتعاني الصعوبه باش يحاول ما يمكن يعطيوها اولويه في الخدمات ديالها. قالت السيده جميع الحالات الحرجه بحال اللي قالت السيده دابا اللي نتمناو لها الشفاء تتبناها الجمعيه، ما نخليوكش انت تبقاي دوري من هذا السبيطار لهذا المستشفى لهذه من هنا وهذه الى واحد من هنا وهذه الى واحد من هنا. كتجيب الدوسي ديالك كتعطيه للجمعيه، الجمعيه تمشي تفتح فيه النقاش مع المدير المستشفى مع المندوب مع كل شيء وتحاول ما امكن تلقى لك الحل. عاد هي تجي تقول لك راه حنا شدينا لك رونديفو راه غتمشي لبلاصه فلانيه غديري بلاصه فلانيه. اذا الجمعيه مادام مختصه بهذا الشيء ديال الخدمه الصحيه على مستوى السيد البرنوصي تبنى ايضا هذه الملفات الحرجه وهي اللي تحاول ما امكن انه دير المتابعه لها حتى تحل المشاكل بالنسبه للناس.
ما نخليوش الناس يبقاو يتبادلوا وبقاو يتلاوحوا من هنا ومن هنا، وجوج كبير منهم ما عارفش فين يمشي وما عارفش من باب يدق، على الاقل الناس ديال الجمعيه غيعرفوا فين غادي البيبان اللي خصهم يدقوا كيف باش يحلوا المشكل. حاولوا تلتحقوا بين المركز ديال المسنين، راه كنكونوا ايام الاثنين لاربع الجمعه ابتداء من 9 ونصف صباحا الواحد ضروري. شكرا. ان شاء الله كنا متاكدين انه ان شاء الله غيوصل الاذان ديال هو وحوايج اخرى لم تتم، المهم هذه غير البدايه. اما الوضع الصحي خصو بزاف الحوايج تحل فيه، وهذا في صالحكم وفي صالح المجتمع وفي صالحنا نحن ايضا. اي واحد يمكن يحتاج المستشفى العمومي ويبغي يلقاه في المستوى الذي يعانيكم. اللي بقى التذكير الاخير هو تذكير ما تنساوش الحمله اللي غتكون ان شاء الله في شهر يوليوز شهر 7، وراه ان شاء الله غتوصلوا كاملين بالخبر ديالها واحدا واحدا في الهواتف وبلي ميساج. شكرا على حضوركم، شكرا على المداخلات ديالكم. اتمنى ان شاء الله ان ينال جميع الحضور الشفاء، وايامكم مباركه وشكرا جزيلا.